انا مكسوفه منك جدا يا نوال، يعني انت النهارده ما نزلتيش الشغل بسببي، وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا اختي راحه، وانا عملت الصح مع عزوز عشان اكهربه، وبعدين انا حالفه اعمل لك الخد ده زاد والخد ده ميه، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي، كوريا دي جدعه وطيبه، وانت برضو شكلك جدعه وطيبه. يعني انا حاسه ان انتوا لولا المشاكل الصغيره اللي كانت ما بينكم بتاعه الشقه وابراهيم كان زمانكم بقيتوا اعز اصحاب. اصحاب مين يا ست؟ ده لو القط ولف على الفار انا وهي لمؤاخذه لا يمكن نولف على بعض ابدا. طب انا كنت عايزه اطلب منك يعني طلب صغير. يا اختي اموري. ينفع يعني استعمل موبايلك؟ لازم اكلم بابي. ياخدي اتفضلي يا اختي اتفضلي. ميرسي. بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي فيه، لازم اجيب خط جديد. يا اختي انزل اشتري لك، هو موال بس استخدمي ده يا اختي براحتك. ميرسي. بابي حبيبي يا بابي، وحشتني جدا جدا جدا. اهلا هايدي. اهلا حبيبتي سيد، وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي، يعني اصلا انا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه يا اختي؟ ده بيتك ومطرحك، تجيبي فيه اللي انت عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. صوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها. بت غلبانه وجدعه قوي قوي قوي، ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بص يا بابي، انا عايزه دينا تجيلي هنا وتجيب لي معاها هدوم جديده، وتجيب لي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر. طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا بنتي يبعده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا حاج عرفه، بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا. هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه؟ هو كان عايز يخش في فلوس البونه والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه 500,000. صلي على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قسط لك الباقي. يعني ده اخر الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندي. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، الزر مفيش نصيب. يلا سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه أكسر. الله وبركاته. عارف هيما؟ لو العماره دي طلعت 11 دور هتتكلف بالارض بحوالي 1,200,000، وهيبيعهم ب 3,000,000، وانا لو خشيت ب 100,000 ان شاء الله هطلع ب 200,000 في كذا يوم. خلاص ده خيرها بغيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شويه يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، انا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه، هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته ايه وبقول لك، بس هو مش هيوافق انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو. الو. ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب طيب بالراحه، انا جولي. جولي؟ خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بامرت ان شاء الله. كنت من بقيه اهلك؟ اكتر من اهلي. ايوه صح، بامرت مسكتيني ورحت قعدت عند عدوتي، هان عليك العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكم بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهالك تكلميها؟
يا اخي كلمها عذراء انت ومقابله مستعجل. بقول لك ايه، اخلصي قولي عاوزه ايه. طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ انت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيده علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي، انا عايزه اطمن عليكي. قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده. ده يا اختي اطمني، البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوع زي قرد قطع بالظبط. ليكي شوف حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق اناهد مع النسوان على الجنيه والاتنين، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن. طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس؟ سندس ربنا يتولاها بقى، قطع الاكل والشرب، اهرى نفسها من العياط، وما بتنامش الا على فرشتك. يا ربي، طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعت لك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بنت، سندس مين اجيبها عند نواه؟ انا عدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدي عليها قطر البعيد. اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباري الساعة 7 وبترجع بالليل متأخر، انتي هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبة. بقولك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيلا جابها لك عمك شكر، ارحمي نفسك تأمين. وبعدين تعالي هنا، انتي اللي اخترتي تقعدي عند الواطية دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انتي وحشاني واشوف سندس والجو ده، انا افهم سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكية موكلتي كل الأصول الموضوعة تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقة أنا عايز أثبت بيهم إن البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الأصول بطريقة طبيعية جدا وروتينية، مفيش أي تدليس، مفيش أي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمة القرض. تمام. سيادتك ده طلب بتشكيل لجنة من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها، وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض. الكلام ده طبعاً سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك، ويكون التعامل بناءً على الرقم ده مش بناءً على 50 مليون دولار. بالراحة بالراحة. والله بالراحة هو. طيب ثواني ثواني، احنا خلصنا كده خلاص. يلا معلش يا حبيبي استحمل شوية بس. خلاصي يلا. ايه اهو خلصنا بس يلا. انا ما سالتش نفسي كان اجوان، انا ليه متمسك بك لغايه دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا؟ ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجة بس من غير مسؤولية، وتعرفي تبقي مديرة أعمال شاطرة قوي، تعملي أي حاجة في أي حاجة من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحدة زيك. بس على فكرة في ميزة مهمة جدا أنت نسيت تقولها. إيه؟ إن أنا بحبك جدا، وبعدين انا بحبك اكتر من عيلتي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا. دي حقيقه، ما تبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيش الا مع حد زيي. اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شويه. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد، وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا هسيب العالم ده كله عشانك وهعيش خدامه تحت رجليك. ما انت عايش وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيله. الله، ولا هو هم وخلاص. Zoeken.
زوكا. نعم. بقولك الله يخليك، انا مش نافعني الشغل ده. شغل ايه يعني؟ ست نوال تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها ان شاء الله. وانا مالي يا اخوي؟ هو انا كنت خلفتها ونسيتها ولا كنت خلفتها ونسيتها؟ وبعدين انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، انا قدامك اهو. انت عارف انا لو طلعت على الفيست بتاعك